والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد إخواني الكرام، فنحن الآن في الحلقة الثالثة والأخيرة عن قضية الكلام عن قضية أو عن أثر ابن المبارك في الحد، المستوى بحد. سردنا وجوه كثيرة في الرد على ذلك، أو بيان أن إثبات الحد يخالف 10 قواعد من قواعد ابن تيمية في الصفات. من هذه القاعدة أنه مثلا لما قال هنا: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. طيب، هل هذا الحد ثبت في ال في ال هل ثبت الحد في الكتاب أو السنة أو أجمع عليه سلف الأمة؟ إذا كان ابن المبارك الذي نقلوا عنه هو أصلا عنده رواية أخرى أنه لا، بدون ذكر الحد. أحمد أيضا ما اختلف عنه في ذلك. لاحظ هنا مثلا، أنا آتيك بالكلام من هنا. لاحظ هذا هنا كتاب اختلاف، هذا كتاب المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين، اللي هو كتاب أبي يعلى. لاحظ ماذا يقول لك هنا: واختلفت الرواية عن أحمد، هل يقال بأنه مستوى على العرش بحد أم لا؟ فنقل حنبل، لاحظ، عنه أنه قال: ربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وأومى إليه في رواية هذا الهاشمي. ويقول لك: وقد سئل عن قول المبارك ربنا على العرش بحد، ما معنى الحد؟ قال: لا أعرفه، والأحاديث بغير تحديد ولا تكييف. لاحظ، يقول لك: ما أعرف، يعني لا أعرف هذا الأثر، أو لا أعرف ما معنى الحد أو كذا، لا أعرفه، أو يعني ترجع على الأثر نفسه أنه ربنا على العرش بحد، ما معنى الحد؟ يقول لك: لا أعرفه، والأحاديث بغير تحديد ولا تكييف، يرفض ذلك. يقول لك: ونقل الأثرم أنه قيل له يحكى، أو يعني قيل لأحمد، يعني يحكى عن المبارك أنه قال ربنا على العرش بحد، قال أحمد: هو كذلك عندنا. طبعا نحن في المجلس الأول في الحلقة الأولى بينا أن الأثرم مختلف عليه في ذلك، يعني مرة يروى أنه بحد ومرة غير بغير حد. مثلا هنا الأثرم عن القيسي قال: قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك، قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد. قال أحمد: هكذا عندنا. طيب، تعال إلى ابن قدامة، هذا ابن بطة هنا في الإبانة، تعال إلى ابن قدامة في العلو. لاحظ، هذا كتاب إثبات العلو، تجد أيضا هنا عن الأثرم. لاحظ الأثرم أنه عن ابن شقيق عن مبارك قال: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابع على العرش، ولا نقول كما تقول جميع، إنه ها هنا ها هنا. أيضا أبو بكر، أنا بتقول لي هاي مثلا الأثرم يرويها عن ابن شقيق. طيب، هنا الأثرم يروي عن القيسي عن أحمد، أو قلت لأحمد: يحكى عن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابع على العرش. قال أحمد: هكذا هو عندنا. لكن عند ابن بطة، هو بالمناسبة أصلا عند ابن بطة في الزيادة، ابن بطة يعني مما اتهم أنه هذا يزيد وينقص وكذا ويحك. مثلا هنا لاحظ هنا كيف في المجلد، هنا يروي عن الأثرم أنه زيادة بحد، لكن هذه الزيادة ليست عند ابن قدامة. لاحظوا، عن الأثرم أيضا. فإذا أنت ترى أنه أحمد هو نفسه قال ينقل أو ينقل عنه ينقل عنه حنبل أنه ربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وأنه هذه قالها الهاشمي أيضا من تلامذة أحمد الظاهر، وأنه لما سئل أنه على العرش بحد قال: لا أعرفه، والأحاديث بغير تحديد ولا تكييف. لكن الأثرم نقل عنه أنه لا، أنه نقل عنه عن أحمد أنه يحكى عنه وكأنه ربنا على العرش بحد، قال: هو كذلك. لكن هو كما رأيت أنه لا، هنا هذا حسب رواية ابن بطة هنا أظن، لكن رواية ابن قدامة أنه لا، نافية. لاحظوا بعدين هون قضية أنه، لاحظ هنا أنه في أحدهم هنا كان إيش، لاحظوا عن أبي الحسن الجزري أنه كان يقول: هو على العرش بحد، يعلمه هو ونعلم ولا يعلم ولا نعلمه نحن. قال: فيجعل راجعا إلى ذاته لا الاستواء.
كان يحتج على ذلك بقوله: وترى ملائكة حافين من حول العرش. فهذه قلنا نحن ابن سعيد الدارمي هذا قال بها، اسماء بن سعيد، انه قال بعرش بحد، يعني قصد ابن المبارك أن الملائكة تحف من حول العرش، فاقتضى أن العرش محدود. لكن هنا قالوا هنا لا، الحد هنا يعود على العرش. لاحظ، فذكرت فظاهر هذا إثبات الحد، وذكرت بعض أصحابنا، فتقرر الكلام بيننا أن الاختلاف في إثبات الحد هنا في يرجع إلى صفة الاستواء على العرش، فما نقله حنبل ويعقوب أنه على العرش يخرج على قول أبي الحسن، وأن ذلك الاستواء لا بمعنى الممسة والمباينة، فهو في الحقيقة غير معقول. وما نقله الأثرم المروزي يخرج على قول شيخنا، وأن ذلك الاستواء بمعنى الممسة على ما تعرفه العرب، فيكون الاختلاف في إثبات الحد راجع إلى هذا. وهون بعدين بينقل عن أنه الاستواء أنه في بعضهم جعل يجعل راجعا إلى ذاته لا الاستواء، يعني بعضهم قال هنا حسب هذا الكلام أنه لا، أن الاستواء هنا بحد، هنا قضيت أنه بحد، أنه بدون مماسة أو كذا أو كذا. وبعضهم قال لا، هو ذاته بحد، لاحظ، وبيقول لك بيستدل على ذلك بقوله: ترى الملائكة عافين من حول العرش، وهذا الذي ذهب إليه الدارمي، لاحظ، فاقتضى أن العرش محدود وهو على العرش، وهذا قول بعيد. أنا طبعا يضع، لاحظ، يقول لك هذا المحقق هذا الوهابي: ما استبعده القاضي رحمه الله هو الحق. لاحظ أنه نعم، أنه وأن من قال من السلف على العرش بحد، مرادهم بذلك الرد على الجهمية، أنه الله في كل مكان، أنه كانوا يقول الله في كل مكان، فهم ردوا عليه قال لا، الله على العرش بحد، يعني هو محدود، الله نفسه محدود، مش العرش محدود أو الاستواء محدود. لاحظ أصلهم الوهابي. ويحتمل أن يكون قول أحمد هو على العرش بحد، أن يكون الحد راجعا إلى العرش لا إلى ذاته ولا إلى صفة الاستواء، ويكون فائدة هذا أن يعلم أن العرش معظم خلقه وكبير، يعني عظيم الخلق، يعني كبير محدود، لئلا يتوهم متوهم أنه غير محدود. يعني العرش نفسه محدود هنا على العرش بحد، يعني العرش نفسه محدود، حتى لا يظن أن العرش والله غير محدود، وهذا غير محدود صفة لله، لاحظ، لئلا يتوهم متوهم أنه غير محدود. فالخلاصة هوني القاضي أبو يعلى يعني يسرد 3 أقوال في هذه القضية. أول شيء يسرد الخلاف عن أحمد وعن ابن المبارك في أنه بحد ولا بغير حد. بعدين بيتكلم أنه ما معنى بحد. الناس قالوا أنه الحد هو يرجع إلى صفة الاستواء، أنه على أن ذلك الاستواء لا بمعنى المماسة والمباين، أنه استوى بحد يعني بدون مماسة. وناس قالوا لا، هو على العرش بحد، بحد لذاته، لكن أنه هو يعلم حد ذاته، لاحظ، ويجعله راجعا إلى ذاته لا الاستواء، ويحتج بقوله: وترى الملائكة حافين حول العرش. واحتمال، وطبعا هذا يستبعده القاضي، واحتمال آخر بإلا قول أحمد هو على العرش بحد، أنه العرش نفسه محدود، حتى لا يتوهم انه صحيح، هو انه حتى لا يتوهم من عظم العرش انه غير محدود، لاحظ، لا يتوهم متوهم انه غير محدود. وهذا يعني كلام، يعني هذا كلام مهم، يعني في الواقع كلام مهم، انه الاختلاف هنا اولا في ثبوت الحد عن احمد وعن مبارك، بعدين اختلاف في معنى الحد، انه على 3 اقوال معنى. معنى الناس قالوا الاستواء نفسه يعني بحد، انه ليس بمماسه، وناس قالوا انه لا، هو الله محدود والعياذ بالله، هنا كما قال عن ابي الحسن الجزري، وهذا ايضا هذا اللي اختاره هنا الوهابي، هذا تحت هذا المحقق اللي هو ايش اسمه، هذا سعود الخلف، يقول لك الله نفسه محدود. وهذا نحن نقضنا هذا الكلام من 10 وجوه في المجلس السابق، انه هذا يخالف ما قلتم من انه يثبت انه لا نتجاوز القران والحديث، ونثبت لله ما اثبته لنفسه باللفظ الذي اثبته لنفسه. وهنا القول الثالث أنه لا، هو العرش نفسه محدود، لاحظتم، لئلا يتوهم متهم أن العرش غير محدود. طيب الآن أتيكم بكلام الدارمي، لاحظوا أخوان الكرام، هذا الرد على الجهمية لعثمان الدارمي. لاحظوا إلى هون لما بينقل عن ابن مبارك، لاحظ أنه بما نعرف ربنا بيقول لك: فوق السماء على العرش بائن خلقي. قلت بهذا، قال: فبأي شيء؟ قلنا نحن أيضا كما قال البيهقي، انه بحد هنا المقصود به انه بحد الشرع، انه بنص من الشرع يعني.
فلما فبيقول لك هون ابن هذا ابن سعيد الدارمي بيقول لك انه قال عم يحتج انه لقول ابن مبارك، وطبعا سيحمل انه بحد يعني ذاته له حد، بيقول لك والحجه لقول ابن مبارك قوله تعالى وترى الملائكه حافين من حول العرش، فبيقول لك فلماذا يحفون حول العرش الا لان الله فوقه، لاحظ ولو كان في كل مكان لحفوا بالاماكن كلها لا بالعرش، لاحظ. ففي هذا بيان بين للحد، وأن الله فوق العرش والملائكة حوله يحافون ويسبحون ويقدسون ويحمل عرشه بعضهم، لاحظ أن الله الملائكة تحف بالله الذي فوق العرش، لاحظ. وهذا حد له، يعني أنه هو محيطين هم محيطون به. طبعا هذا ما رفضه هذا اللي كتب في عقيدة الدارمي رسالة ماجستير أو دكتور، لاحظوا هذا أيضا أتينا بها، لاحظ هذا الإمام عثمان الدارمي، لاحظ ودفاع عن عقيدة السلف رسالة ماجستير، لاحظ أنه كان مبالغا في الإثبات، حيث صدر منه بعض العبارات التي قد توهم إحاطة الملائكة بالله عز وجل، واستخدم ألفاظا مجملة، وكان الأولى تركها كان الأولى تركها والاعتصام بالألفاظ الشرعية. أيضا هذا صاحب كتاب السنة، أيضا محقق كتاب السنة القحطاني قال هذا الكلام، لاحظوا هاي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد القحطاني، لاحظ لما بينقل هذه الرواية أنه بائن بن خلقي بحد عن ابن مبارك يقول لك لم أجدها، لاحظ في الكتب إلا في كتاب الدارمي، لاحظ فإنه ورده في رد على الجهمية، وعلق على ذلك محقق كتاب بقوله هذا يوهم إحاطة الملائكة بالله تبارك وتعالى، لاحظ الذي قبل قليل قلناها. ومن المقطوع به لدى السلف والخلف أنه لا يحيط به تعالى شيء، بل هو بكل شيء محيط، لاحظ. ومراد ابن مبارك من جوابه واضح، وأن الله ليس حالا في خلقه بل هو باين منه. يعني هذه شاهدنا الآن هنا قضية أنه هذه ردهم على الدارمي، حتى الوهابي ردوا عليه، لاحظوا أنه يوهم يحط الملائكة بالله، أنه حافين من حول العرش، أنه حمله على هذا المعنى، أنه هم حافين به يعني يحيطون به، بيقول لك لا، أنه لا، الله يحيط بالخلق، وإيش يحيط به يعني إحاطة حسية. حتى ردوا هذا قلق، لاحظتم ايش بقي عنا هنا؟ يعني بقي ان نشير ان الى ان القوم اصلا هم يعني فضلا عن ذلك هم مختلفون في قضية الحد، انه هل يثبتونه ام لا. وهون ايضا انه ابو يعلى يقول اطلاق الحد على الله محمول على معنيين، هذا حتى نبين انه كلمة الحد اصلا مجملة. المعنى الأول على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة، وليس هو ذاهبا في الجهات الستة، بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصلا عنهم غير داخل في كل الجهات. الثاني أنه على صفة يبين بها من غيره ويتميز، ولهذا يسمى البواب حدادا، لاحظ أنه هو بصفاته بائن من خلقه، نعم، لكن هنا يقول لك أنه على معنيين. طيب هذا هون قرأناه المرة الماضية، أنه هون لما قال هذا ردا على الدارمي، لما قال له حد وصفة، بيقول لك هنا حامد الفقيه تحت بيقول لك لا، كلمة الحد لم ترد في الكتاب ولا السنة، ونحن لا نثبت إلى الله صفة ولا لفظ إلا ما ورد نصا عن الله ورسوله، لاحظ أنه لا يقال فيها بالرأي والقياس. طيب إيش كمان هنا؟ أيضا ابن تيمية ينقل أنه ينقل عن يوسف بن موسى عن أبي عبد الله أنه هو بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، والحظ ولا تدرك الأبصار بحد ولا غاية. طبعا هنا ابن تيمية يفهم من هذا الكلام بمفهوم المخالفة أنه بلا حد ولا صفة يبلغها واصف، أنه في حد يبلغها الله، يعني أنه له حد يعلمه الله، لاحظ لاحظ. لذلك هنا قال فهو في هذا الكلام أخبره أنه بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، فنفى أن تحيط به صفات العباد، لاحظ أن العباد لا يحطون بحده، ولكن الله يحيط بحده، يعني هو كأنه يعرف قديش طوله أو قديش عرضه، هيك صار معنى الكلام هذا. يعني هذا كلام خطير جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعالى الله عن ذلك. ولا يبلغ أحد صفاته، أحد حد صفاته. طيب هنا حد صفاته يعني كنها صفاته، نعم الله يعلمها. هنا ينقل أنه عن حنبل أنه قال عن نفسي بلا حد ولا غاية، لاحظ هنا يعني أنه أحمد ينقل عنه حنبل، كما قلنا حنبل دائما ينقل عنه التنزيه وكذا، لاحظ أنه ولا نصف الله، لاحظ بيقول لك ولا كيف ولا معنى، لاحظ أنه هذه بعدما يسرد بعض الآيات والصفات المتشابهة أن الله يرى وأنه إيش يضع قدمه ويقول لك وما أشبه هذه الصفات، قال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. طبعا هنا
ابن تيمية وكذا، يعني فسر يعني أول لهذه العبارة، أي لا نكيفها، لاحظ بلا كيف ونعمان، أنه لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل. يعني هو نفسه بهذا الكلام حرف هذا الكلام، يعني هو قال، لما قال لا نحرفها بالتأويل، هو نفسه هذا الكلام، هو نفسه هذا تحريف لقوله أحمد، يعني ولا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، نفى كيف والمعنى، نفى يعني ما عرفته بالكيف وما عرفته بالمعنى وما عرفته، ولا هو أصلا، هو إذا جيت للحقيقة هو هنا نفي مطلق. طبعا بيقول لك الوهابي، طيب ما هو له معنى عند الله وبالتالي له كيف، لا غير صحيح، هذا هو معنى، له معنى عند الله وعند رسوله والصحابة يعلمونه، لكن الكيف، الكيف على الظاهرة نفي مطلق. نعم، فهنا من ضمن الكلام يقول لك بلا حد، ونصف الله ولا نصف الله بأعظم مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، لاحظ هنا بلا حد ولا غاية، وأيضا هنا، لكن هو بيرجع بيقول لك إنه ولا حد إلا ما وصف به نفسه، حتى هنا كلمة الحد يعني إنه بمعنى إنه لاحظ إنه ما يصف الله به نفسه، لذلك كما قلنا في المرة الماضية إنه الحد يطلق ويراد به الحكم الشرعي نفسه، كما قلنا هنا في هنا في كتاب التاج العروس، أنه في التهذيب حدود الله ضربا ضرب، منها حدود حدها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم مما حل وحرم، وأمر به الانتهاء عما نهى عنه، هذا يعني حدود الله، يعني أحكامه، لاحظ. والضرب الثاني عقوبات لمن ركب ما نهي عنه، وهذه أيضا نص عليها هنا الزركشي الحنبلي هنا في مختصره على الحدود، لاحظ في مختصر في شرحه على مختصر الخراقي، بأنه قال حدود الله محارمه، ومنه تلك حدود الله فلا تقربوها. ونقلنا هنا، وبعدين أنا قلت هذا الكلام، ما بعرف إذا قلته في أول هذا المجلس ولا المجلس السابق، لأنه المجلس بسجلها وراء بعضها، لاحظ. وقول البياقي بالحد، حد السمع، يعني هو البيهقي قال عن ابن مبارك لما قال بحد، يعني حد السمع، يعني هو قال استوى بحد، يعني هذا بحد، يعني بنص من الشرع، لاحظ، حيث رأى ابن مبارك أن نصوص الكتاب والسنة دالة على أن الله على عرشه، فهذا ما قصده بالحد هنا، انه قال استوى على عرشه، يعني بحد، يعني بنص، وهذا كلام ابي يعلى ايضا، يعني كما سبق ورأينا، يعني يبين ذلك. طيب، نحن قربنا على الانتهاء هنا، اظن ايضا هنا يتكلم عن قضية الحد، لاحظ. ولكن يلزمك ايها الجميع ان تقول ان الله محدود وقد حوته الاماكن، لاحظ هنا، هذا ينقله عن عبد العزيز هذا في الحيدة أظن، لاحظ أنه يقول له هذا عبد العزيز، يلزمك أن الله محدود قد حوته الأماكن. طيب، ما هو إذا كان يلزم على قول من قال أن الله في كل مكان، أن الله محدود، فما بالك بمن يقول بأن الله على العرش، هذا محدود من باب أولى طبعا، لكن هذا هنا، هذا كلام هنا، يعني هذا أتى به من كلام عبد العزيز، لاحظ عبد العزيز في الحيدة، هو يلزم خصمه ويقول لك، ويقول له إنه أنت تقول في كل مكان، إذا الله محدود قد حوته الأمكنة، إذا الله لا تحوي الأمكنة، لاحظ هذا كلام عبد العزيز، هو عبد العزيز ضده وما يستشهدون به، يعني لاحظتم. أيضا هنا يأتي بكلام هذا ابن المبارك، إنه نعرف ربنا على عرشه بحد، لاحظ، وبيسدك الخلاف انه هل هو بحد ام ليس بحد وكذا الى اخر ما هنالك، هذا كلام نحن فقط سنقف. وهنا ايضا هنا هذا هنا ينقل لنا هذا صاحب كتاب هذا مقالة التشبيه موقف اهل السنة، من ينقل عن ابن تيمية تشنيعه على الخطابي، الخطابي لما اعترض على من اثبت الحد وقال ان قوما زعموا ان لله حدا، لاحظ، فقال هؤلاء يجب أن يعلموا أن صفات الله لا تؤخذ من كتاب ولا إلا من كتاب أو سنة، يعني قول رسول الله، وهذا الذي قاله الصحابة ابن تيمية قبل قليل، قرأنا لكم أنه لا يؤخذ الاعتقاد عني ولا الأمثال، إنما يؤخذ بالكتاب والسنة. لا يظن بينقلب 180 درجة، بيقول لك لا 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 لا، مين قال لك أنه، لاحظ، بيقول لك هون ابن تيمية هذا كلام، فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة، فإن هذا اللفظ لم يثبت به من أثبت، أو يثبت به من أثبت من أهل السنة، يعني لفظ الحد لم يثبت به من أثبت من أهل السنة صفة زائدة على الكتاب والسنة، بل بينوا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تبارك وتعالى. طبعا احنا بينا في المجلس الماضي
أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب أن تعتقدكم أنه ما غادر الدنيا إلا وبين لنا كل صفات الله، إيش عم تبين؟ تقول بل بينوا به ما عطل وما مبطلون، ليش مو على أساس النبي صلى الله عليه وسلم بينها؟ هذه لآتي لكم بنصهم. لاحظونا، ومن المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، أعزكم الله، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لاحظ لا يزيغ عنها إلا هالك. ولاحظ، فإن معرفة هذا، يعني معرفة الأسماء الحسنى، أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبت العقول، وأن حصلته النفوس وأدركته أفضل ما اكتسبته القلوب، حصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول أفضل وأفضل خلق الله؟ يعني الصحابة بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا. إذن كل شيء بينه، يعني كيف أنت تقول لا؟ هم احتاجوا لأن يبينوا الصفات التي عطلها المعطلون، يبينوها بإيش؟ بأنه بكلمة الحد. طيب أنت بينها كما بينها الله ورسوله بدون ما تستخدم كلمة الحد. لاحظوا بعدين بيقولوا له هون، أنت تقول أنه لا، هؤلاء يجب أن يعلموا أو يعلموا أن الصفات لا تؤخذ إلا من كتاب وسنة. بيقول لك لو وفيت أنت ومن تبعك، لاحظ من متكلمي الأشاعرة، لاحظ أنه لم تحوجنا نحن ولا أئمتنا إلى نفي بدعتكم. صار نفي البدع يحتاج إلى بدعة أخرى، أنه أنتم نفيتم، لاحظ أنه أنتم تقولون ليس بجسم ولا جورة ولا في جهة ولا له حد ولا غاية. هذا ولا حد ولا غاية قال أحمد نفسه. بيقول لك أنتم لو لم تقولوا هذا ما قلنا نحن، يعني ما احتجنا إلى أن نثبت الحد، أنه نحن نريد أن ننفي بدعتكم. كيف؟ طيب كيف تنفيها؟ تنفيها ببدعة أخرى؟ لا حول ولا قوة. إيش مع المنطق الأعوج؟ لحظة، أنه أنتم لك مو هيك؟ قبل شوي كان بيقول ابن تيمية الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عن أمثالي. لحظة، لاحظ لاحظ هنا، طبعا هذا يقوله في المجلس أمام، لحظ، هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان لما يأتوا يناظرون، لا 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 لا، أنا ما قلت شيء، ما أقول في الجهة ولا غير الجهة. لاحظ أنه أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم، هذا هو الاعتقاد. ولما سألوه عن الجهة كمان نفس الشيء، لاحظ هنا، هذا في التسعينية، لاحظ لما طلبوا منه أن ينفي الجهة، لاحظ، أما قول القائل الذي يطلب منه أن يعتقد أن ينفي الجهة عن الله أو التحيز، فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ ولا لا يعني إثبات هذا اللفظ، لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة، وأنا لا أقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. طيب وين هذا الكلام؟ وتناقضته هون لما بتقول لا لا، هون لما قال الخطابي أنه لا، أنه هؤلاء كيف أثبتوا صفة الحد، وما لا يعلمون أن صفات الله لا تؤخذ إلا من كتاب والسنة؟ هون لا، بيقول له لا لا، ما في بالكتاب والسنة. لاحظ أين في الكتاب والسنة أن يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة؟ لاحظ، فإن هذا اللفظ لم يثبت به من أثبته إلى آخر الكلام. وأنه لاحظ مين قال لك؟ بيقول لك إن لو أنت وفيت أنت ومن تبعك بالكتاب والسنة لما أحوجتنا إلى الرد على بدعتي، نفي بدعتكم يعني ببدعة أخرى. على أي حال، فهذا إيش؟ هذا من مفارقات القوم. وهنا أيضا ينقل عن قضية هذه، أنه عن الدارمي هنا بقى، أنه لا شيء إلا لا شيء أن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فلاحظ قولك لا حد تعني لا شيء، هنا ينقل عن حد، ينقل عن لاحظ لك أيضا، يعني هذا عن عثمان الدارمي، لاحظ نقل عن عثمان الدارمي، ينقل هذا طبعا ابن تيمية يحتج به كثيرا. لاحظ بيقول لك عثمان الدارمي، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله ولمكانه أيضا حد. لاحظ، فهذان حدان اثنان، وبعدين بيجيب لك كلام مبارك، ظلمات بعضها فوق بعض، لاحظ نؤمن بالحد ونكل علمه إلى ذلك إلى الله ولمكانه حد. نكل علمه إلى الله إذا ثبت في الكتاب والسنة، مو إذا ثبت بقولك. طبعا هنا أيضا، هنا ابن تيمية في بيان تلبيس الجامع يقول لك أما وصفه بالحد، أنه بيقول لك أهل الإثبات اختلفوا على أساس أقوال، منهم من يثبت ذلك كما هو منقول عن السلف والأئمة، ومنهم من نفى ذلك، ومنهم من لا يتعرض إلى ذلك بنفي ولا إثبات. هنا في بيان تلبيس الجهمية، لاحظ بيقول لك انه هون بيقول لك انه فزاد بن فورك بلا حد ولا مماسة، على لفظ الأشعري، انه الأشعري ما قال انه ما زاد هذا اللفظ بلا حد ولا مماسة، هذا زاده بن فورك، انه قال لم يزل
انه الاشعري قال هو مستوى على عرشه، فزاد ابن فورك ونسب الى الاشعري انه لا بحد ولا ممثل. طيب هذا هذه الزياده هذه رايناها اصلا زيدت ونقصت من كلام ابن المبارك وابن واحمد وكذا الى اخره. طبعا هذا الان ليس موضوعنا. وهنا ايضا هنا قضيت بقى ايش؟ قضيت هذا البيهقي وكذا، لكن هذا ليس موضوع. طبعا أيضا ممن نفى الحد السلفية الوهابية الألباني، لاحظ ذكر الألباني في كتاب هذا إثبات الحد، أو ذكر الألباني كتاب إثبات الحد هذا ونفسه هذا ذكره، لاحظ في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، وعلق عليه ليس فيه ما يشهد لذلك من كتاب وسنة. وبعدين بيقول لك بيرد عليه، بيرد هذا الثنائي المدرج هذا مسلط وعادل الحمدان، بيقول لك لا لا يخفى أن هذا الكلام ينقض أوله وآخره، وأن الدشتي هو من أهل السنة ونقل هذا عن أهل السنة وكذا. وبيروح بقى بيروح بيجيب لك بقى يعني رد على الألباني، لاحظتم؟ وهذا نحن أتينا به. طبعا هنا أيضا ينكرون على الذهبي، ليش الذهبي قال أنه نقلا عن أو تعليقا عن هذا على إخراج ابن حبان من سجستان، لاحظ أنه كان له علم كثير هذا عن ابن حبان يقولون، ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. قال الذهبي إنكاركم عليه بدعة، والخوض في ذلك لم يأذن به الله، لاحظ بيقول له. وبيقول أيضا في الميزان، ميزان اعتدال، بيقول له لأنه بيقول لك ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه، يعني قضية الحد. بيقول الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه عنده كيف عم أنكرته على ابن حبان أنه نفى الحد، أنه أيضا إنكاركم أيضا بدعة، والخوض في ذلك بدعة يعني، وأنه هذا ما أتى به نص لا بإثباته ولا بنفيه. لاحظ وبيقول لك في الميزان أنه إنكاره للحد وإثباتكم للحد نوع من فضول الكلام والسكوت عن الطرفين أولى، إذ لم يأتي نص بنفي ولا بنفي ذلك ولا إثباته. طبعا بيرد هذول المدهش، هذول مسلط وعادل، بيقول لك كلام الذهبي يدل على أنه ما فهم المسألة، ولا عرف سبب ذلك، ولا عرف سبب ذلك إثبات السلفي للحد ولا مغزى الجهمية، ولاحظ وأنه هذا قوله أن السكوت عن ذلك أولى، قال قبل أن يخوض أهل البدع في نفي علو الله على الخلق. معناته صار في دينين، قبل اهل البدع في دين انه نسكت، وبعد اهل البدع لما يتكلموا ويزيدوا كلمات مبتدعه نحن نزيد معهم. وين لك عم تقولوا انه ما كان دينا في عهدهم هو الدين في من بعدهم؟ لاحظتم هذا سبق ان اتينا به مجالس في المجالس السابقه. طيب ايش ضل هون ناتي به؟ هنا يعني انا في بعض الاخوه المره الماضيه انا ارسل لي هذا وسألني عنه، هذا المرعي الكرمي هنا، أنه قال تكلم عن قضية الحد في كتابه أقوال الثقات، لاحظ أقاويل الثقات، وهون أنه قال أنه بل قالوا نحن أشد الناس، أنه هنا لما قال أن كثير من الناس يظنون أن القائل بالجهة هو من المجسمة، إلى أن يقول بل نحن أشد الناس هربا من ذلك وتنزيها لله عن الحد الذي يحصره، فلا يحد بحد يحصره، بل بحد يتميز به عظمة ذاته من مخلوقاته. يعني أنا قلت هذا ما في إثبات للحد من القائل هذا، من صاحب هذا الكلام هذا، أنه هنا يتكلم عن أنه بل بحد يتميز به عظمة ذاته من مخلوقاته، يعني تميز، يعني أنه لله حد هنا بمعنى أنه له صفات تبينه عن مخلوقاته، يعني وباين عن خلقه بصفاته العلية، مش انه ذاته جسم وله حد، لا، هو اصلا الحنابلة ينفون الجسم عن الله، وبالتالي هذا يفهم على ضوء قواعد الحنابلة انه الله ليس بجسم، فهو بحد انه يتميز به عظمته، عظمة ذاته عن مخلوقاته، انه مخلوقاته ضعيفة وهو عظيم، ومخلوقاته حادثة وهو قديم، وهكذا يعني. فهذا معنى الكلام هنا، فلا داعي، لأنه شفت أحد الإخوة يشنع على كلام هذا ويقول لك إيش، بيقول لك وأن قام مثلا بذا يحمله ولاحظ وما يحيط به علمه من غايات ذاته فإنه محدود بعلمه معلومة من عند نفسه. أيضا هذا ما في قضية غايات نهاية خطأ، من غايات ذاته يعني الله هو من يعلم تمام صفاته، نحن لا نعلم تمام صفاته، لكن هو يعلم، هو الله يحيط بكمالاته
وإلا تقول حتى الله لا يحيط بكمالاته، هذا خطأ. لذلك هنا قال أنه يحيط به علمه من غايات ذاته، فإنه محدود بعلمه، معلوم عند نفسي. لاحظ كلمة معلوم عند نفسي فسرت لنا ما معنى غايات، مش أنه غايات الله له غاية في ذاته، أو أن ذاته جسم لها غاية أو طول أو عرض. هم الحنابلة ينفون عن الله، ينفون عن الله الجسمية. يا إخواني متى يعني الإخوة الذين المرة الماضية شنعوا هذا الكلام من أصحابنا؟ لا، أو الحنابلة ما يقصدون هذا يعني، أو المنزهة منهم على الأقل يعني. طيب هذا نحن قرأنا. طيب بقية هنا هذه نسردها تتميما لإبطال الحد. لاحظ أنه أنتم تقولون أنه الاستدلال تستدلون بابن المبارك أو حتى بأحمد أو كذا، أنتم نسيتم ماذا أنشدتم هذه الأبيات دائما تنشدونها: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جعل الصفات هنا فيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذه كم مرة تغنيتم فيها؟ يعني الله قال استوى على العرش، ليش تقول بحد انه هذا قاله ابن مبارك؟ ما يقول، ليش ما تقول قال الله؟ لاحظ ما العلم نصبك للخلاف سفاهة. هذه لاحظ دائما، هذه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، هل قال الصحابة والله والرسول، هل قال الله او الرسول او الصحابة؟ شو اسمه، قالوا بأن لله حد. لاحظتم؟ وين هذا؟ كل هذه نحن سبق أن يعني. طيب هنا هذا، هنا أيضا هذا واحد وهابي كمان اسمه محمد حسن عبد الغفار بيقول لك نعم نحن نقول بالحد. لاحظ أنه والله بائن من خلقه، والحد بمعنى التمييز، فهذا حق ونقول به. لاحظتم؟ يعني هنا كلامه أيضا. لاحظ، وإذا لو قلتم إن هناك مماسة واحدة، فإذا قصدتم بالتمييز الحد بالحد التمييز والله بائن من خلقه، فنحن نقول بذلك. طبعا أنا سبق أن أتيت بهذا وقلت هذا. لاحظ أنه وإن كنت تقصد أن الحد معناه التجسيم، أي أن الله جسم، فهذا لا نقبله. طيب إذا قلت تقصد بالحد الحد الجسمي، فأنت مجسم، لكن أنت تنفي الجسمية هنا وتقول بالحد. وإن كنت تقصد بالحد الحد أنه بائن من خلقه بصفاته، يعني أنه صفاته العبد عبد والرب رب والخالق العبد يعني عبد والرب رب، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، هذا صحيح. لاحظ وهنا أيضا، هنا في كتاب إرشاد العباد لما إلى معاني لمعة الاعتقاد للبراق، لها زي يصف، يأتي عن أحمد أنه لا نصف الله بأكثر ما وصف به نفسه. لاحظ، فمن وصف الله بما وصف بما لم يصف به نفسه أو ولا وصفه به رسوله فهو مفتر. طيب أنت مفتر إذا لما تنصف الله، تذكر تنسب الله للحد أو تصف الله بالحد، أنا بيقول لك هذه ليست صفة، وهذه رد على الجهمية وكذا، هذا كله كلام فاضي. هذا لاحظ كلام ابن شمس هنا في الرد المبين أيضا، بيقول لك بيرد على من احتج به الحسن. لاحظ الحسن وعمر بن عبد العزيز وكل هذول هؤلاء الذين أجازوا. لاحظ أنه جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف دراهم، وعن الحسن البصري أيضا جاء لاحظ لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. طبعا كل هذا وان بيتأوله أو بيضعفه، وبالأخير بيقول لك أصلا حتى لو ثبت عن الحسن وابن عبد العزيز أنه قالوا بذلك، فبيكونوا أخطأوا. لاحظ أنه بمعنى أن كل منهم رأى قول الآخر خطأ. لاحظ أنه كل واحد مخطئ لصاحبه. لاحظ إلى أن يقول فالحجة هي قول الله وقول الرسول وإجماع أهل العلم، أما أفراد العلماء فلا حجة بقولهم إلا إذا وافق الكتاب والسنة والإجماع. طيب إذا لماذا احتجت بقول ابن المبارك عندها يكون حجة لموافقته لا لذاته؟ هلا بالأخير سأتي لكم بكلام ابن شمس، يقول لك لاحظتم؟ يعني هو هون بيقول لك حتى في الفقه لا يقبل إلا بالإجماع، هناك في صفات الله لا يقبل بكلام ابن المبارك، هناك لا يقبل بكلام عمر بن عبد العزيز وكذا، هنا يقبل بكلام ابن المبارك. لاحظ يقول الإجماع. فهذا كونه لا يمس الكون وليس مماسا للعرش وليس داخلا في الكون، فإذا له حد، هناك حد بينه وبين مخلوقاته. فإذا
نقول كما قال ابن المبارك: الله فوق عرشه بحد. لاحظتم؟ يعني هذا هون في زكاة الفطر ما بياخذ بقول عمر بن عبد العزيز ولا بقول الحسن ولا بقول أبي حنيفة، قال لا لا، نحن ما بناخذ إلا بالإجماعات نحن يا أخي، ويعني لا ناخذ بقول أحد إلا إذا كانوا إيش، فلا حجة بقولهم إلا إذا وافق الكتاب والسنة والإجماع. وين هذا ابن المبارك القول يوافق الكتاب والسنة والإجماع، إذا هو أصلا مختلف عنه في الرواية عنه. بعدين هنا انه احمد نفسه لما قال انه كره قضيه وضع الكتب، ان لا يلاحظ انه قالوا له ان ابن المبارك يضع الكتب، سال احمد رجل: اكتب كتب الراي؟ قال: لا تفعل، عليك بالحديث والاثار. قال له السائل: ان ابن المبارك قد كتبها. قال له احمد: ان ابن او قال له احمد: ابن المبارك لم ينزل من السماء، لاحظ، انما امرنا ان ناخذ العلم من فوق، لاحظ، وهذه الكتب وضعها بدعة، حتى ولو أنه فعلها ابن المبارك. فوين عم تقلي بقى؟ وهناك أيضا لما قال شو اسمه ابن القيم أنه ما جاءك عن الصحابة فخذه وإلا فألقيه في الحش. وهذه هنا موسوعة السنن لدمشقي، لاحظ هنا يورد لنا الآثار: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لاحظ، كل عبادة لم يتعبدها رسول الله فلا تعبدوه، إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. طيب وين هذا في قضية الحد؟ أين هذا؟ تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أفضل مثال على هذا يمكن أن يمثل بهذا، أنه استوى بحد، أو استوى بذاته، أو استوى بمماسة، أو حتى بغير مماسة أو كذا. إذا تريد الاتباع خلاص تقول ثم استوى على العرش، حتى مستوي لا تقول. إذا تريد أنت هذه القواعد اللي بدعت الناس على أساسها، أول شيء أن تتبعها: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. طيب الله سبحانه وتعالى قال: كفانا، بين لنا صفاته، قال استوى على العرش، قال ينزل ربنا، قال انت لماذا لم تكتفي بها؟ لا، بدك تقول ينزل بحركه ولا بنقله ولا يخلو من العرش ولا لا يخلو، كل هذه انت كلها انت نفسك عم تخالف هذه القواعد التي انت وضعتها، او الذي انت تستدل عليها بهذه الاثار وكذا والى اخره. وهنا تكلمت في ادق التفاصيل في قضيه الصفات والكذا تبع ولا تبتدع، لاحظ، حتى في القول، لاحظ، كل هذه بيجيبوا لك يعني: من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله. طيب وين لك؟ انت عم تقول هون الصفات ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يستحيل ان لا يبينها، ومع ذلك انت لا تسفي عندك كلمه بحد وبائن وبحركه وغير حركه وكذا. فلاحظ هون ايش بيقول لك هون ايش؟ ولقد علم اهل البدع ان معهم بضاعه بدعيه كعلم الكلام والتصوف، فاذا وافقوا إذا وافقونا على أن كل بدعة ضلالة ألزمناهم بوجوب التخلي عن بضاعتهم، فإن لم يسلموا أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، حرصا على بضاعتهم من الكساد، وإن لم يكن علم الكلام وفلسفة التصوف وتمايل أهله ومشاهدة بدعة، فما هي البدعة؟ طيب ما هي علم الكلام البدعة؟ علم الكلام قالوا أن تتكلم بكلام الله في صفات الله مما لم يتكلم به الصحابة، كما أتينا لكم المرة الماضية وأتيكم به مرة ثانية. هذا من كلام دمشقي نفسه، لاحظ، إياكم أهل البدع. لاحظ، ما البدع؟ قالوا: ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة. ما هو لو أنت يا دمشقية ومن شمس تسكتون عما سكت عنه الصحابة، ما كان ألف هذا الكتاب أصلاً، لأنه هو أصلا محل الخلاف مع الوهابي في ألفاظ الصفات من غير الكتاب والسنة. يعني هو استوى على العرش مع هذا، ما حد ينكر هذا، لكن الخلاف في أنتم تفسيركم بقى للاستواء والكلام الزايد بقى أنه استوى بذاته ولا ولا بمماسة ولا بغير مماسة ولا كله بقى، وانه ضل 4 اصابع ولا ما ضل وكذا. لاحظتم؟
إذا نكمل هذه الـ 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 هذا. وأنا طبعا نفس الشيء أيضا، ابن تيمية يقول أنه يسرد روايات عديدة عن أئمة السلف في ذمهم لأهل الكلام وأهل البدع الذين يخوضون في أسماء الله وصفاته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. لاحظتم؟ طيب أنا يعني بقي لنا القليل. طيب هنا إيش ضل بقى؟ هنا طبعا كمان أيضا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أيضا هنا وأنه لاحظ أن الشعبي ماذا قال؟ عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وقال أيضا ما حدثوك به عن أصحاب محمد فخذه، وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش. أو في الحش، لاحظ، خذ ما حدثوك به الناس عن الصحابة فخذه، وما حدثوك به عن رأيهم في يعني عن رأيهم فانبذه في الحش. طيب هذا ينطبق على ما تروينه عن ابن المبارك إن ثبت. هو بقول الشعبي لاحظ انه ما خذ عن الصحابه وما سوى لا ارميه في الحش. لاحظ انه الاوزاعي ماذا قال؟ اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف وسلك سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم، وقل بما قال وكف عما كفوا. لاحظ اللي هم مين سلفك؟ اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله. لاحظون قف حيث وقفوا وقل كما قالوا، هذا قول عمر عبد العزيز، واسكت كما سكتوا فإنهم عن علم وقفوا ببصر ناقد كفوا. لاحظ، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم. هذا كله سبقنا، قد كله سبق أن بيناه. لاحظ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كل هذا ينطبق على إيش؟ على هذا الذي قلتموه. هذا طبعا هنا أتينا بكلامه من التسجيل. لاحظ أنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا يتجاوز القرآن الحديث. وين هذا الحد؟ وصفك لله بالحد وهو تجاوز لله ورسوله. قضيت أنه لما تقول أنه أقول كما قال ابن مبارك، طيب تقول إيش؟ تقول بالتقليد يعني؟ ما أنت عم بتقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذ. ولاحظ لا يحل أبو يوسف، لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. من أين قال طيب ابن مبارك أنه بحد؟ إذا قال أنه من آية الاستواء، طيب ما أنا أقول بالاستواء، لا شو مين يقول الاستواء؟ لاحظ هنا ابن شمس كيف هون بيتشدد بالفقه، ما يأخذ بالفقه بآراء الرجال، لكن إيش بالصفات بيأخذ بآراء الرجال بكلام الدارمي وغيره. لاحظ مثلا هون بيقول لك انه احمد يا سيدي قال لا يعطى قيمته، يعني قيمه زكاه الفطر. لاحظ قيل له يقول قوم يقولون ابن عبد العزيز كان ياخذ قيمه، قال يدعون قول رسول الله ويقول قال فلان. طيب انت تدع قول الله ثم استوى على العرش وتقول بقول ابن المبارك انه استوى بحد؟ طيب اذا بتقول طيب ما هو استوى بحد، هذه ليست صفه. طيب انا بدي اقول لك استوى ليس بحد، أيضا هذا من باب أولى، أنه هذه ليست بصفة، هذا نفي أصلا. لما يقول الأشاعرة ليس بحد، أنه ليس له حد، طيب هذا ليس بصفة، هذا نفي أصلا. لاحظ هنا أيضا قاعدة لابن تيمية، لاحظ أن الفرقة الناجية أهل الحديث. ليش؟ لأنه أنه يعني يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من أقواله. لاحظ أنه فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما ثبت ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. إذا هو ما جاء به الرسول، مش ما جاء به ابن مبارك أو غيره. لاحظون أيضا كل يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. هذا يأتي به ابن تيمية في عدة مواضع، مثلا مجلد 11 من مجموع الفتاوى، اتفق سلف الأمة وأئمته على أن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ اتفق المسلمون على ان كل يؤخذ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ فمن جعل شخصا من الاشخاص غير رسول الله من احبه ووافقه كان من اهل السنه، ومن خالفه كان من اهل البدعه، مثل ما انتم تعملوا مع ابن تيميه، انه خلاص هو هذا المعيار كما قال هذا الفقه وغيره، انه من احب ابن تيميه فهو من اهل السنه والتوحيد، ومن لا فلا. لاحظ وبهذا يتبين ان حق اهل السنه اللي اتينا بها. أظن نحن قاربنا على الانتهاء، أو إذا لم نكن انتهينا. أيضا هنا كلام هذا المحقق صاحب كتاب السنة لما نقل من طريق ابن شبوية. قلنا هذا ابن شبوية أحد من روى عن ابن مبارك أو عن تلميذ ابن مبارك ابن شقيق عن ابن مبارك قضية الحد بتردد. مثلا هنا روى قضية الحد أنه بائن خلقي بحد، لكن هنا يقول لك أنه هذه العبارة لم أجدها إلا في كتاب مثلا هذا الدارمي، وأنه المحقق رد عليه وقال أنه هذا يوهم إحاطة الملائكة بالله. هذا قرأنا بأول المجلس،
لاحظوا أن الدين إيش ما لم يعرفوا أهل بدر فليس من الدين، وهذا هنا أيضا بالإضافة إلى هذه القواعد أنه لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. لاحظ هذا، إذا كانت صفة ثابتة في القرآن مثلا استوى ينزل، ما بالك أنه كلمة الحد ما جاءت أصلا هذه. وهذه هناك أيضا كلام ابن تيمية أنه لا يؤخذ الاعتقاد عني، إنما يؤخذ عن الكتاب والسنة الصحيحة، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.